مرحبا جميعا مرة ثانية. احنا صرنا حاليا في محيط المتحف او متحف قطر الوطني اللي احنا جايين عليه. طبعا اهم واحلى المفاجآت اللي احنا شفناها هون اللي هي الاوفيشال كارد اللي بتجيب الزوار واللي بتاخذك على المتحف قطر الوطني. طبعا ما بعرف اذا هي للزوار الفي اي بي، بس اي ثينك انها الفي اي بي، مش لاي حدا بيقدر يستخدمها. وهي سيارات بي ام دبليو، باي ذا واي مش دعاية لبي ام دبليو، يعني اللي مستخدمة لمتحف قطر الوطني. ما عرفت اخر اخبار المتحف قطر الوطني، تقدر تروح على السوشيال ميديا فيسبوك انستغرام تويتر ان ام او قطر. سيارات 520 اي هي الاوفيشال كار لمتحف قطر الوطني. يلا معلم. طيب هون نقدر نشوف البارك الخارجي واللاندسكيب الخارجي. اليوم ما راح نحكي عن اللاندسكيب بقدر ما انه احنا راح ندخل جوا متحف قطر الوطني، وراح نحكي عن الديزاين، وراح نحكي عن الشيلز، وراح نحكي عن الانتيرير سبيسز. I think إنه مش خالص، ما بعرف إذا خالص ولا مش خالص اللاندسكيب، لكن راح نلفها بفيديو منفصل بحد ذاتها. هلا راح نروح باتجاه المدخل الرئيسي للمتحف. طيب هون هيك، هلا لما ندخل جوا راح نحكي عن الكونسبت أحسن. لما ندخل جوا راح نحكي عن الكونسبت وليش هيك الديزاين وليش هيك الديسكس متداخلة مع بعض، وشو هو السورس اوف انفورميشن اللي اعتمد عليه المعماري. هيك احنا دخلنا من المين انتري، واللي ما بدخلك على جوا المبنى اللي راح يدخلك على الباحة الخارجية. واضح انه اليوم في ايفنت، لانه اليوم مرتبين اوتدور اريا. هون نقدر نلاقي هذه منطقة السيرفيسز اي ثينك، ما راح نروح عليها. وهون المتحف بامتياز. طيب هلا اول ما تدخل على متحف قطر الوطني ديزاين المعماري متأثر فيها، واللي هي زي ما حكينا هي الديزرت روز. احنا حاليا دخلنا على الباحة الخارجية واللي بسموها البراحة تبعت المتحف. تقدر تشوف الديسكس المتداخلة والمتأثرة بالديزرت روز اللي هي واحدة من اهم المعالم او من اهم السيمبولز لدولة قطر والبيئة الصحراوية، واللي هي متشكلة من ديسكس مثل هاي. واستخدام هاي الديسك كان من اهم العوامل اللي انجح عملية الكونفيرجن بنظري، بوجهة نظري، من الديزرت روز لمبنى متحف قطر الوطني، واللي هو بنقدر نشوف فيه كمية التفاصيل اللي احنا عم نشوفها حاليا وتداخل هاي الديسك. ومن اهم الاشياء اللي انجح عملية الديزاين انا بوجهة نظري هو استخدام نفس هاي الالمنتس لتكون هي الستركتشر الالمنتس للمبنى، ولتكون هي المكونات الداخلية للتصميم الداخلي لهذا المبنى واللي راح نشوفها كمان شوي. اليوم راح يكون في ايفنت في المتحف، ما بعرف شو هو الايفنت صراحة، لكن واضح من ترتيب المنطقة الخارجية للمتحف، وهلا راح نشوفها مع بعض. وراح نحكي كمان عن التفاصيل وكيف قدر يدخل السيرفيسز بالديزاين تبعه، انه الام اي بي او الاستراكشر او حتى خلينا نحكي الابواب الاوبننجز والجليزد ارياز والسوليد ارياز البروجكشن سكرينز والى اخره. خلينا نشوف مع بعض. راح ناخذ اول شيء لفه في المنطقه الخارجيه، بعدين راح ندخل من الجهه الخلفيه اللي هي باي ذا واي نسيت احكي انه متحف قطر الوطني هو التقاء للماضي بالحاضر وريفلكشن للمستقبل، لانه متحف قطر الوطني هو بهذا الديزاين بهذا السبيريت اوف ديزاين واتصاله بالقصر القديم او القصر الاميري القديم، قصر الامير القديم واللي كان تحول بعدها لمتحف، وفي الوقت الحاضر اللي صار كونكشن لمتحف قطر الوطني وصار واحد من اهم معالم التقاء الماضي او ماضي دولة قطر بحاضر دولة قطر ومستقبل دولة قطر. هل نقدر نشوف شو كنا نحكي صديقي؟ نسيت انا وينه انا. اوكي طيب هلا من اهم الاشياء او المناطق اللي انا اشوفها او الزون الموجودة بالمنطقة الخارجية للبراحة يا ابو المدني، تعال افرجك اياه. لا مش لونون، تعال افرجك اياه. الحلو في الموضوع انه المتحف صار مفتوح للببليك، مش في اي بي يعني، وبس كان الافتتاح في اي بي يوم الاربعاء مساء. يوم الخميس 28/3/2019 كان افتتاح للعامة، واليوم الجمعة 29/3 جايين نشوف هذا المتحف. من اهم
الاشياء اللي انا شفتها صراحه جدا مميزه وناجحه هو انه هاي الديسكس مش بس عباره عن مبنى، لا، اليوزر اللي عنده ابيليتي لاكسس لزون معينه لبلاتفورم واحده من هاي الديسكس اللي هلا راح نشوفها مع بعض. المهم راح نطلع على هاي البلاتفورم، وهاي البلاتفورم راح تعطيك ابيليتي انك انت تو اوفرلوك البحر او الخليج العربي، وبنفس الوقت النافوره اللي هي تصميم واحد من الفنانين اللي انا ناسي شو اسمه اللي راح احط اسمه بالفيديو، هلا راح نشوفهم مع بعض. وانت عندك ability to access فوق هاي البلاتفورمز، والله الناس عندها ability تنزل تحت كمان، وعندك ability كمان تروح لجهة الووتر فيتشر تبعت المتحف. يعني زي ما نشوف الناس تحت، انا لسه عم بتعرف على المكان معكم. هذا هو المكان اللي انا عم بحكي عنه، راح احط له صور ان شاء الله. اه طبعا ممنوع السباحة هون، it is a water feature، هي water fountain، هي نافورة، مش نلاقي الناس قاعدة تسبحها. تعال نطلع لفوق شوي. طبعا هون تصير كثير ستيب، مش بسهولة بتقدر تطلع عليها، وهي اصلا مش عشان الناس يطلعوا عليها، لكن في ثقافات معينة يا معلم هذا ما بنطلع عليها المنطقة هاي، لكن اصدقائنا واخواننا واشقائنا الهنود اعطونا فكره الصعود لهذا المكان. It is very steep، السلوب تبعها عالي هون في المنطقه، فاذا كان معك اطفال لا يفضل انك انت تخليهم يطلعوا هذا المكان، مع انه في اكسس لها. اه باي ذا واي، الريلينج صراحه يمكن هاي غلطه انا بشوفها، الريلينج تعال نشوفه بالمدني من هاي الجهه اللي اعطانا اصلا ابيليتي نطلع لهون، هذا شيء خطا، ايش صراحه راح يكون في ريسك سبيشال اذا كانوا اطفال. هاي المنطقة اللي هي فيها اكسس محطوط الريلينج، ممنوع انك انت تعدى هذا الريلينج، لكن انت عندك ابيليتي تطلع من بعد هذا الريلينج وتيجي لهون. هاي بصراحة اوكي هي مش ستيب، لكن تخيل انه طفل قاعد بلعب، تخيل انه طفل قاعد بلعب ابو المدني وصل لهاي المنطقة، ايش بده يعرفه انه هو يوقف هون وما ينط. فهاي المنطقة صراحة جدا خطيرة، بتمنى انه ما حدا يوصل لها. خلينا نروح نكمل. اوكي حكينا كثير عن المنطقة الخارجية، وحكينا تأثروا في الديزرت روز كونفيرجن ناجح من الكونسبت للمبنى. هلا من اهم كمان الاشياء اللي استخدمها المعماري واللي انا بشوفها صراحة ناجحة، هو عملية استخدام الشل والباتن الموجود على الشل لتوفير السيرفيسز المطلوبة للمبنى واللي راح يلزموا فيها، سواء الدفاع المدني او الاستخدام الطبيعي للمبنى، سواء من تكييف، تبريد، جريلز، بانلز، وات ايفر. يعني ابو المدني بنشوف في هاي الشل، شايف هذا الكفر، هاي واحدة من السيرفيسز اللي استخدمها المعماري عشان يقدر يزود المبنى فيها. ما بعرف اذا مبينه في الفيديو، لكن حنحاول نبينها. الشغلة الثانية الدرينج المستخدم، اذا بنطلع بهذا المكان، هاد الجريلز اللي هو مستخدمها، واللي هو حيعطيك او اللي حيعطي ابيليتي لتصريف المياه، لكن اذا بنطلع هو ماشي او متماشي مع الديزاين المطلوب. ليش الارض رملية؟ هل ما انتهى التبليط؟ اي ثينك لا، هو منتهي، هو الارض الرملية، لانه احنا بنعكس البيئة الصحراوية في هذا الديزاين، وزي ما حكينا ومركز على الديزرت روز، هي البيئة اللي هي موجودة فيها هي بهذا الشكل. ليش المبنى ما فيه ألوان؟ في ناس كثير سألت ليش ما فيه ألوان، ليه ما فيه جرينري، ليه ما فيه كذا. في شوية جرينري في الأماكن الخارجية طبعا لاندسكيب، لكن لما تدخل جوا هي بيئة صحراوية، البيئة الشجرية فيها جدا قليلة. زي ما حكينا هو أنا شفت تأثره بالزيرسكيب، الكل بيقدر يدور على الزيرسكيب. خلينا نروح نكمل صديقي. أيوة هاي سيرفيس بانيل، تعال هون، واحدة من البانيلز اللي متماشي مع الباتن تبعه واللي هو استخدمها. يعني شو هذا الجهاز؟ ايوه اوكي، هذا قاطع كهرباء، فهو بدل ما هو يكون محطوط بطريقة مش متماشي مع الديزاين، هو واحدة من البانلز او الباتن بيسز الموجودة كانت هي الكفر تبع هذا قاطع الكهرباء. وبصراحة هاي من اهم انجح الطرق اللي انت تقدر تخلي الديزاين تبعك ما يتأثر بالسيرفيسز الموجودة. في بعض السيرفيسز اللي راح نشوفها جوا هلا اكيد لازم تكون اكسبوزد، لانه هي من اللايف سيفتي ايشوز ومن الكودات الدفاع المدني، لكن اللي قدر انه هو يغطيها هو مغطيها. طبعا هذه تفتح وبتسكر هاي البانل، سو لما يستخدموا هذا القاطع مفتوح، ولما ما بدهم يستخدموا تكون مسكره ومش مبين انه في اي شيء تحتها.
صح يا ابو المدني، خلينا نروح لهذيك المنطقه لانه انا شفت في باب برضه معمول بطريقه جدا لطيفه، الجليزد ارياز والجلاس بانلز المستخدمه هاي. في باي ذا واي كمان بانل هون، تعال نشوفها ابو المدني. وهذا ايش هذا؟ مانهول. مانهول صارف بالكهرباء. هون برضه كفر لمانهول او وات ايفر، بنلاحظ اختفائه مع التصميم. في هاي البانل اللي تحت is a lighting panel I think أو أمر، مش كتير مبين من عندي لكن reflection عليها عالي، هاي اللي أنا عم بشوفها هون it is a panel. so الفكرة في الموضوع إنه هذه البانل اللي استخدمها سواء لل lighting أو mirror أو electric أو whatever برضو مخفية مع الديزاين ومش طالعة out of nowhere. هي واحدة من البانلز الموجودة في الباتس. طلع في نزل أصلاً هون، أنا قاعد بتعذب. هذه هي البانل اللي قاعدين نحكي عنها، هاي واحدة من البانلز المستخدمة سواء للإنارة أو لأي تارجت تاني. هلا صديقي؟ شو قول؟ هلا تنفيذ أنا ما راح أحكي فيه. هذا إيش هذا اللي هون؟ هذا البانل كمان الموجود هون، بانل اي ثينك انها اضاءة برضو مستخدمة بطريقة مميزة، يمكن ما قدرت تكون واحدة من البانل، لكن هو غطاها بستيل كفر. هذا الستيل كفر هو بينتد بنفس اللون اللي مستخدم تحته. نروح على واحدة من المناطق اللي انا حبيتها صراحة يا ابو حميد، هي هاي المنطقة. هاي المنطقة اللي احنا بنشوفها قاعدين هلا بالفيديو هي التقاء القصر القديم مع المودرن اركيتكتشر بمحاولة لربط الماضي بالحاضر. هذا القصر القديم كان تحول لمتحف، بعدين هذا المتحف ارتبط بالمتحف الجديد وصارت هي الهب الاركتكتشر اللي انت فعليا كسائح او كحدا جاء على الدوحه، هي اول ايكونيك اركتكتشرال بيلدينج راح تيجي عينك عليه وانت جاي من المطار او مطار حماد الدولي. بنشوف على جهه اليسار المتحف القديم او القصر القديم وارتباطه بالمتحف الجديد في محاوله زي ما حكيت الماضي بالحاضر. هلا في من هون مدخل راح ندخله مع بعض. كيف احكي صح؟ اليوم سكرية طبعا، انا امبارح قدرت تو اكسس على ذاك المكان. Why is it closed this area؟ Not ready؟ Yesterday I went there. Still construction؟ Okay. This here all finished construction؟ What's remaining؟ اوكي ثانك يو. طيب هلا هون في واحد بيحكي لنا انه ستيل اندر كونستراكشن. من هون راح ندخل على قاعه العرض الدائمه، ومن هون انا امبارح دخلت معلم اي كود اكسس للجاليري بدون تيكتس مع انه كان في تيكتس من المدخل الرئيسي للجاليري. كثير عتمه نشوف. طيب هلا اول ما دخلنا على الانتيرير سبيس تبع المتحف بنلاحظ كيف استخدام ذا سيم اركتكتشرال اليمنتس اللي استخدمها في الاكستيرير وعكسها في الانتيريور ديزاين. بنلاحظ انه ما في عندنا ولا جدار فعلي ولا جدار اضافي وما في عندنا ولا عمود، كلهم هم نفس الديسكس اللي استخدمهم في الاكستيرير، هم نفسهم استخدمهم في الجدران التقطيع الداخلي، ونفسهم استخدمهم في الاستراكشرال سيستم، ونفسهم استخدمهم في السيلينج والفلورنج ديزاينز ويل او بلاش فلورنج، السيلينج والوول ديزاين. هون بيحكي لنا اعطانا هيك نبذه صغيره عن القصر القديم. طبعا بشكر مدري هو اللي خلاني انتبه لها.